رحيل النجمة أمل عباس وهذه التفاصيل أزمتها الصحية، النجوم يبكون ويدعون لها. كل والتفاصيل فضلا وليس أمرا، لايك واشتراك وتفعيل الجرس باش يوصلكم دائما الجديد. النجمة أمل عباس تم الإعلان عن وفاتها قبل ساعات قليلة عن عمر يناهز 63 عاما، وذلك بعد صراع طويل مع المرض، حيث كشف الناقد نايف الشماري عن وفاة الراحلة التي كانت قد تعرضت للتسمم كبدي أدخلها في غيبوبة قبل وفاتها. وحرص عدد من الجمهور على تقديم التعازي للأسرة النجمة الراحلة الشهيرة وتمنوا لهم الصبر والسلوان. هكذا نعى طارق علي الراحلة أمل عباس، كما حرص العدد من المشاهير على نعي الفنانة الراحلة أمل عباس عبر حساباتهم على مواقع التواصل الاجتماعي، ومن بينهم النجم طارق علي الذي نشر صورة النجمة القادرة عبر حسابه على الانستغرام وعلق قائلا: وفاة الفنانة أمل عباس صباح اليوم الجمعة رحمها الله، وتعازينا إلى أسرتها وكل محبيها، سائل الله سبحانه أن يرحمها ويغفر لها ويسكنها فسيح جناته ويلهم أهلها الصبر والسلوان، إن لله وإن إليه راجعون. أما عن النجم داود حسين، نعى النجم الراحل عبر الانستغرام وكتب في تدوينته: الله يرحمها ويغفر لها ويتغمد روحها الجنة، إن لله وإن إليه راجعون، البقاء لله. ليتفاعل معه عدد من المتابعين الذين تمنوا الرحمة للراحلة، فيما كتبت الفنانة مي عبد الله عبر تويتر: الله يرحمها ويغفر لها، أدعو لها الفنانة أمل عباس في ذمة الله. حتى المطربة الإماراتية أحلام نعت الفنانة الراحلة وعلقت على خبر وفاتها وكتبت عبر تويتر: رحمة الله عليها، جعل ما جاها تكفير يا رب، ارحم ضعفها وقلة حيلتها وعودها جناتك يا رحيم، واجعل هذه الأيام خير أيامها وأبدلها دار خيرا من دارها، أرجوكم أدعو لها، أنا ما أعرفها شخصيا، وصلني خبر وفاتها. وكتبت الإعلامية ماي العيدان عبر الانستغرام: إن لله وإن إليه راجعون. انتقلت إلى رحمة الله الفنانة أمل عباس بعد صراع مع المرض، اللهم ارحمها واغفر لها وأنزلها منزل حسن واحشرها مع الأبرار والصالحين واجعل قبرها روضة من رياض الجنة، أدعو لها فالدعاء رزق الميت. وأرفقت التدوين بصورة للراحلة، بينما أعادت الفنانة فخرية خميس نشر فيديو نايف الشماري عبر حسابها على الانستغرام وتمنت الرحمة لزميلتها والصبر والسلوان لأسرتها. أما عن الإعلامي خالد جاسم فقد نشر عبر تويتر نعيه للفنانة الراحلة أمل عباس وكتب: نعزي أسرة الفقيدة والأسرة الفنية في الكويت والخليج في وفاة الفنانة أمل عباس بعد صراع مع المرض عن عمر يناهز 63 سنة، الله يرحمها ويغفر لها ويسكنها الجنة. فيما نشرت الفنانة شجون الهجري صورة للراحلة عبر خاصيات القصص القصيرة على الانستغرام لتودعها من خلالها. الفنانة أمل عباس كانت قد ظهرت قبل حوالي عامين لتصدم الجمهور في لقاء إعلامي، ووقتها ظهرت جالسة على كرسي متحرك وقالت إنها أصيبت بالشلل بسبب خطأ طبي، حيث أجريت لها عملية جراحية خطيرة في النخاع الشوكي، ترتب عليها فقدانها الحركة ومكوتها على كرسي متحرك. ووقتها أكدت أمل عباس أن الأطباء أخبروها بضرورة إجراء عملية جراحية في صمام القلب، وترتب على العملية الأولى إصابتها بنزيف داخلي على النخاع الشوكي، وأثناء محاولة توقف النزيف حدثت لها إصابة بالحبل الشوكي وفقدت الحركة على إثرها. كما أشارت أمل عباس إلى أن الأطباء أخبروها بأنها لن تستطيع السير على قدميها بعد هذه العملية. وكانت أمل قد بدأت حياتها الفنية في الكويت في عام 1984 في أوبريت سندريلا، ثم ظهرت بعدد من المسلسلات والمسرحيات التي كانت أغلبها كويتية، وعرفت بأدوار الشر، كما شاركت في أعمال عديد منها رقية وسبيكة عام 1986، على دنيا السلام عام 1987، مدينة الرياح عام 1988، بالإضافة إلى دارت الأيام، ضروب الشك، قلوب مهمشة، عديل الروح، بنات الثانوية، شر النفوس، أيام العمر، وغيرها الكثير من الأعمال. إشارة فقط أن أغرب هو آخر الأعمال الدرامية التي شاركت فيها الفنانة أمل عباس في عام 2018، وقد شاركت الفنانة العراقية في العديد من الأعمال الدرامية الخليجية،
والتي قاربت على أكثر من 140 عملا، لكنها توقفت على المشاركة في أي مسلسل درامي خلال العامين الماضيين نتيجة مرضها. نهاية الفيديو، كانت معكم قناة فاتيتي شانيل، ومع السلامة.